وبالنسبه للمنتخب المغربي ما تكونش مقابله سهله، وانما حنايا ثاقين في اللاعبين ديال المنتخب المغربي لانهم تقدموا لنا مستويات عاليه خارج الديار المغربيه، ونتمنوا انهم يحسوا على النقاط اللي تاهلهم ويكونوا احسن مستوى. حبذا لو شرك الناخب الوطني يعني الفرق الوطنيه، هذا هو اللي كان الامل ديالنا، لان الفريق الوطني ديال الفرق الوطنيه اللي تتلعب داخل الوطن عندهم تجربه داخل الفرق او مع الفرق الافريقيه. بالنسبه للمنتخب ان شاء الله غيكون يضمن التاهل ديالو في الكونغو الديمقراطيه، ونتمنوا بان ما يكونش النقد. دابا اللي يمكن لينا نديرو هو اننا نشجعوا المنتخب المغربي باش يحسم التاهل. حنا عندنا الثقه الكامله في المنتخب الوطني وفي الناخب الوطني رغم العراقيل اللي راه وقعات، ولكن من المنتظر ان المغرب في هذا الانسجام اللي وقع الاخير وهذا التوافق ان شاء الله غيتاهل لكاس العالم بقطر وغتهز الرايه الوطنيه ان شاء الله، ولما لا غنوصل يعني الخطوات المتقدمه في المسابقه. كاين اسماء بارزه وشي اسماء ما لا محل لها الاعراب ما خاصهاش تكون، وشي لعابه كاع ما عيط عليهم بحال مزراوي بحال زياش بحال حمد الله بحال لعابه في البطوله كاينين لعابه متالقين مزيان.